خيو هذا رمان، رمان نحط في الصابور، اسمه صابور تحت العش. في مثلا مدوب خربان بطلعوه ما بحطوا تحت العش. واجا سوق صار كويس غالي باخذوه على السوق ببيعوه، واجا سوق رخيص بخلوه تحت العش. لا شتي بتم يعني شهر شهر ونص شهرين، كان اول بخلوه للاذار، هلا ما بخلوه يعني. طريقة لهنا هون بالشجرة، بخلوه بالشجرة بنزل مطر، بصير طوبية بطق بخربه، بجيبوه من الشجر بحطوه بالعش مشان ما يخرب. الطريقة بعشبة هذا مسير مثل البراد يعني، جواته بصير برودة كثير. البداية هلا في برادات، في عالم بحطوا بالبرادات وفي عالم بحطوا تحت العش. يعني هلا مثلا كان اولي مثل هلا كان خالص خالصين كان هذاك السنه، بس سنه تاخر شوي سنه هلا لهلا يعني تموه. كان اولي ما في برادات، هلا صار برادات، وهلا هلا عمليه كان من اكثر من 50 سنه اللي انا يعني بنعرف من اكثر 50 سنه فيه. وهلا يعني في برادات، عالم بحطوا بالبراد كمان، في عالم مثلا بالبراد بروح مصروف على صاحب الرمان مثلا مضيته ضعيفه ما بحطه بالبراد لاني مصروفه بصير زياده، بجيب بحطه تحت العش. مثلا كل كيلو يمكن كيلو بليره كيلو بشقاب بحطه بالبراد. أبو إدريس، طبعاً هاي الطريقة البدائية بتخزين الرمان، لأنه الرمان وقت بينزل على السوق بينزل سعره، بيحتفظوا فيه بيخزنوه لفترة زمنية مشان يغلى الرمان، شيء فترة شهر شهر ونص. طبعاً هاي الطريقة البدائية بحطوا تحت القش، أولي من الزمان هيك كانوا يعني بيحتفظوا فيه. هلا صار في برادات ما برادات بسبب كلفة زائدة، العالم منهم بيحطوا بالبرادات منهم بيستعملوا الطريقة البدائية القديمة.